فوزي، يمكن ما كان حسين المقهوي كان خالي في نادي الأهلي، عودته الآن ربما ستعزز من قوة النادي. نعم فعلا هو لاعب، كان لاعب رائع جدا، ودي المشكلة، دائما الإصابات هي عدو اللاعب، فالتأخر حتى ولو كان بيأدي عطاء على طول ويقيف فترة بياخذ وقت على أساس أنه يعود لحالته الطبيعية، في نفس الوقت في الوقت اللي هو غايب ده بكون في لعيبة تانيين بنى عليهم المدرب، فمن الصعب إدخاله يعني بسرعة. أنا أفتكر أنه هو لاعب يحتاج له الأهلي كثير يعني. بس أنا حقول لك شيء، رغم أنه يمكن التكتيك المدرب كان مختلف، بس لمسنا أنه كان هناك تقريبا شح في وصول الكرات للسومة، بدليل أنه مكان المقهوي ما كانش أحد يعني قادر أنه يملاه، حتى المدرب ما كان عنده بدائل بحكم خبرتك. هو طبعا إذا أنا فهمت حديثك أنت بتتكلم عن صناعة اللعب. إيه؟ هنالك نوعان في الهجوم، إما صناعة اللعب أو الهجوم المرتد. هو كان يكون عندي العنصر عنده مثل الاثنين، اعتمد على الحاجه خاصه عندك زي عمر السومه من اي نايب يخلص الكوره يعني، بس ما كانت بتوصله من احد الاسباب اللي كان، ما عشان كده كان يلعب على الهجمات المرتده، عنده قصيره بيمشي وبيعكس وناي، فدي فعلا مشكله يعني. طيب شو الحل بالنسبه ل بعد ما شفنا ايضا النادي الاهلي في الجولات الاخيره انه كان في تراجع في المستوى، تراجع في النتائج، ماذا يحتاج الاهلي الان في الاسيويه لحل الوصول للنهائي لتحقيق نتائج معقوله في الاسيويه وربما تحقيق حتى البطوله؟ اكيد يحتاج تكامل وجاهزيه جميع العناصر، يعني اللي تفضلتي به انه مكانه كان خالي ولا يوجد بديل، لكن المدرب لا يستطيع اشراكه لانه غير جاهز بدنيا 100%، وحسن فعل انه ما شارك في المباراه الاخيره في الدوري. ايه بالكلام، انه شو رايك في قرار المدرب، خاصه انه كان جاهز، كانت مباراه على فكره الرائد، وكان يعني من الاشياء اللي عانى منها الاهلي كان ربما كانت تكلف نادي الاهلي الكرسي الاسيوي في الجولات الاخيره. نعم هي قناعه مدرب انه هو ذاهب الى الاسيويه. الاسيويه حيلعبون مباراه كل 3 ايام، يعني مدة تقريبا شهر 20 يوم بالضبط، من 15/9 الى 13/10 في تكملة ادوار المجموعات، مباراة كل 3 ايام، بالتالي هو المدرب لا يريد ان يجازف في مباراة محلية قد تكون مضمونة ويخسر اللاعب الا اذا كان متاكد 100% من شفائه. حيحتاج الهلال ايضا الله يعينهم، لانه حيحتاجون كل اللاعبين يلعب كل 3 ايام. هو الان متصدر مجموعته ومرشح أن يستمر في صدارة مجموعته، لكن الأدوار اللي بعدها ستلعب بخروج المغلوب، مباراة واحدة أنت برا أو تكملين، لذلك المدرب لا يريد أن يجازف المقهوي أو أي لاعب آخر. طيب إحنا كلامنا بعده عن الأهلي.